هذه مباراة الإثارة والحماس والشغف، مباراة ندية والتنافس، مباراة ليست عادية مرتقبة في نهائي الشامبيونز ليج. سنكون هنا مباشرة لمعرفة من سيفوز في هذا اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، وسعيد جدا بالتواجد معكم اليوم للتعليق ونقل أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا. أي أجواء مثالية نتحدث عنها، كل شيء هنا مهيأ لمشاهدة مباراة كرة قدم جميلة بين أفضل فريقين في المسابقة، حيث سيكون المرينجي ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي. كان الله في عون اللاعبين في هذه اللحظات، الميول تراقبهم تترصد كل تحرك. هذه هي فرصة هدف. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم بحراسة المرمى. تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها انذار. فيل فودن، جون ستونز، حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. من الصعب التوقع بمن سيكون نجم هذه المباراة، لكن من البداية نعرف بأن التركيز هنا على بيلينغهام. الهداف الأول بالنسبة للفريق، يقدم مستويات كبيرة ويعرف كيف يستغل الفرص اللي تكون أمامه، عنده حاسة تهديفية كبيرة تجعله مصدر خطورة بشكل مستمر على أي خصم يواجهه. فيل فودن، في اتجاه برناردو سيلفا، الفرصة تأتي. اعتراف بمنتهى الروعة. كارفخال، فالفيردي، تدخل قوي في اللقطة. على مع رودريجو، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تروح من ريال مدريد، الفريق يعاني ويفقد الكرة مرة أخرى. هجمة مع ريال مدريد، الخطأ في التمرير قد تشكل خطورة على المرمى. الآن مع فالفيردي، إذن ينتهي شوط المباراة الأول مع صافرة النهائي. نتواصل مع إثارة كرة القدم مشاهدينا في شوط المباراة الثاني في هذه اللحظات. ألفاريز، خطيرة من برناردو سيلفا، كرة بتضيع. ولا مع هالاند، يا الله كيف تصدي، الله على حارس المرمى.
الأرقام وبالتالي الكرة بتضيع. فالفيردي، الفريق ينجح في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. شاهدنا استحواذ شبه مطلق من المان سيتي على الملعب في آخر ربع ساعة. هذه السيطرة يجب أن تترجم إلى هدف للتقدم. التركيز مهم ومطلوب في استغلال الفرص أمام المرمى حتى لا يضيع المجهود. فودن ملعوبة الكرة إلى رودري. كل ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. الآن مع بيلينغهام. أوه خطيرة جدا. بكرها الصح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر سيتي. ضغط على المنافس لتخرج الكرة إلى خارج الملعب. فينيسيوس جونيور. تدخل راجع في قطع الكرة في هذه فرصة خطيرة الآن. مستحيل، ما هذا السيناريو؟ أي دراما هنا؟ تعادل سلبي طوال المباراة، وفي اللحظات الأخيرة تأتي الإثارة كلها وتدخل الكرة المرمى. هدف قد يحسم في أرضية الملعب وبهذا التفوق الكبير في أرضية الملعب. 10 دقائق ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. مانشستر سيتي في موقف صعب في هذه اللحظات الأخيرة وفي فرصة للتعديل. والتغيير مميزة هنا. تصدي جيد للكرة. فرورتية من الممكن أن تكون الأمل الأخير للعودة في النتيجة. يتمكن الحارس من إيقاف التسديدة. ركنية قد تساعد السيتي على إدراك التعادل. انظر إلى الاعتراض الناجح. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. الحكم يضيف دقيقتين لهذه المباراة. جون ستونز. أي لحظات الفريق المتوج، أصحاب المجد الأوروبي، ملوك القارة العجوز، أبطال دوري أبطال أوروبا، أي لحظات تاريخية، أي فرحة هستيرية، أي جنون، أي أكشن الآن في أرضية الملعب. انظر إلى هذا المشهد، انظر كيف يحتفلون، كيف يرقصون، كيف يغنون. الله على هذا المشهد.